جلسة انتخاب الرئيس ونواب الرئيس بالنسبة للمجلس الجماعي للقائد صالح. كما لاحظتوا هذه الانتخابات مرت بعد جولة ثالثة، لأنه مع الأسف العدد ديال المستشارين والمستشارات اختاروا أنهم ما يحضروش في الدور الأول وفي الدور الثاني واليوم في الدور الثالث. وطبعا القانون خدم جراه وكان الانتخابات بمرحلة. الحمد لله 17 ديال المستشارين والمستشارات صوتوا على الترشح ديالي، وهذه الثقة كنعتز بها اليوم، فخور بها. وهذا الإخوان اختاروا أنهم يقودوا التغيير داخل مدينة القيب صالح. عندنا مشروع تنموي كيستجب للانتظارات ديال الساكنة، انتظرات كثير باش يكون واحد تغيير، واحد طريقة جديدة ديال التدبير ديال المدينة. كنتمناو من بعد الله سبحانه وتعالى أنه نتوفقوا وأننا ننجحوا وأننا نكونوا عند حسن ظن الساكنة. كنطلب طبعا من كنتمنى أن الأخوات والإخوة أعضاء المجلس اللي ما حضروش يراجعوا الأمور ديالهم، اللي بغى ينضم الأغلبية ويدير إيدو في الدينا ونشتغلوا جميع اللي في المصلحة ديال المدينة مرحبا. اللي بغى يكون في المعارضة بناءة تهي راهية ماشي مشكلة، يعني غادي نكونوا مادين يدينا للجميع. بالنسبة للهيئة المجتمع المدني تا هو يعني كنعتمدوا عليه أنه يكون تا هو دافع ومساعد من أجل يعني من أجل تنمية المدينة ديالنا، ونساهموا داكشي اللي قدرنا نساهموا به في التنميه الكبيره اللي كيقودها سيدنا الله ينصرو على المستوى الوطني. بغينا حنا نجيبوا واحد الاضافه لهذه المدينه هذه اللي يعني عانات كثير منذ سنوات. العدد ديال النواقص اللي خلاتها ما خداتش، برايي انا شخصيا ما خداتش المكانه اللي خصها تاخذها على المستوى الجهوي ولا على المستوى الوطني. كنشكر مره اخرى المنابر الاعلاميه اللي كانت مواكبة هذا الحدث، وحنا نبقاو رهنا الإشارة ديالها بشكل مستمر باش يعني التدبير. أنا كنظن الأخوات والإخوة اللي معنا هما متفقين باش يكون واحد التدبير شفاف، كل معلومة وتكون الشفافية. طبعا إذا كانت شي حاجة اللي خاص المجلس يقوم بها ولا يغيرها ولا يبدلها، راه حنا في الاستماع. هذا تسير جماعي راه تيكون تسير يعني تشاركي بالأساس، يعني فيه المواطنين، فيه الجمعيات، فيه الهيئات الحقوقية، فيه كل هاي الهيئات، يعني كل أصحاب النوايا الحسنة اللي بغاو يطوروا المدينة وبغاو ينميوها مرحبا بهم. حنا غادي نوضوا دابا نشمروا على يدينا ونوضوا نشتغلوا، وكنتمنى التوفيق مرة أخرى لهذا المكتب ولهذا المجلس وللجميع، وشكرا.